حبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ورجعت لكم فيديو روتين جديد، انه صار لنا اسبوع تعزيل وترتيب البيت والصبغ ولسه ما كمل البيت. واسم الله عليكم، انا البارحه تمرضت، اليوم رحت للطبيب وجبت شويه ادويه وسويت تحاليل، اجانا البرد فجاه، اليوم موت من البرد. فمثل ما شفتوا انه دا اطبخ لهم اليوم غدا دجاج بالعدس، يعني نسوي مرقة حمراء ويا العدس، ونقعد تمن وراح انتظره 20 دقيقة، 15 دقيقة بجدر الضغط، هسه قفل، وبعدين نبلش اطبخ التمن بالشعرية. فخلونا لايك للفيديو حبايبي، كلكم دا تشاهدون الفيديو بس ما تخلونا لايك، يا ريت فضلا وليس امرا حبايبي انه تخلونا لايك للفيديو، لان اللايك هو اللي يصعد الفيديو اكسب لور حتى تشجعونا ونقدر نصور لكم فيديوهات جديدة. احبكم كومات حبايب قلبي. البيت ما عاد يكمل، شو اسوي له؟ موتني، حوسنا وبقينا، لو شايلين احسن. والله والله تورطنا. ها هسه بدا يكمل. يكمل هذا الجدر. مرقة حمراء تقول سمون، أول مرة أشوف مرقة دجاج حمراء. مرقة دجاج مو حمراء، قصدنا غير مرقة دجاج مع الخضار. مرقة دجاج حمراء إيه. صار لي قد ما مسويها والله طيبة، هي بالشتا طيبة. ما تحبيها؟ لا والله طيبة. احنا مسوينا دايت وهاي بعد احسن من هيك. احسن من هيك. لانه ما خليت البهارات على التمن، خليتها ويا الشعرية. اخذ لون قليل صار اشقر يجنن. اي نوع قريب. فخرت بس فخرت. من ساعة نصور والهاي تشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القهوة ويا الكل. هتشوفها صدق مال البيت؟ رحتي سباحة اليوم؟ أقول شعرك منفوش. تعلمتي السباحين؟ ها يعني أخذت المسبح؟ ادم طبعا انا راح افتش
والله العظيم راح ابكي من الهوسه ومن الهذا ومن الهذا. شنو هاي؟ قررت اعطيها الشمس. لان هاي الغرفه صغيره وهاي الثريا كلش كبيره. اكو واحده مثلها بس اصغر هيك تصير مثل الغيوم، وهاي راح اجيب من عندها لانه هاي حيل كبيره. ف يعني انا اعتقد انه اوفر لانه الغرفه صغيره حيل والباب ما ينفتح. حايرين شلون نخلي شربايه هنا أنا ما راح تصير ما ادري. السلام عليكم. السلام عليكم. وهذا ادم اجى وهنا العصافير هم راح نسوي لهم هنا البيت مالتهم. هوايه شغل هسه هم محتاجه وشغلات طلعوا وراح يجيبوهم ويجون. والاستاذ اليوم اللي يسوي لنا الباب هم هسه بعده. شوفوا هذا الباب بس سووا له هاي التشرتشوبه، احنا نسميها مو نسميها تشرتشوبه بس كملناها. اي بس شغله حلو والله يجنن شغله. بس ما ادري شنو احتاجه وراح يجيبونه ويجون حتى يكملوها. ان شاء الله نكمل اليوم ان شاء الله. وين تقدرين؟ هو يا اللي يجي مراده وبابا وسجاد يسوون ما قدروا. ترى سهله، حط خشبه هنا خشبه هنا مثلث. اي واحد يسوي هاي اخذ المثلث على مود هاي. راح يجيبون غراض ويجون. والله ملينا والله العظيم تورطت وكومه خسرنا وتعبنا وهذا بس على مود نسوي غرفه زايده بالبيت. شو نسوي؟ نقول الحمد لله والشكر على كل حال. طبعا ما اقول لكم على الهوسه ماكو مكان ما مهوس. اذا ما نخلص شغلنا بالكامل ما نقدر نسوي شيء. النوب جانا الشتاء ماكو ليله ويوم انقلب الجو انقلبت كل شيء يعني انقلب علينا راسا ماكو. بس طلعنا البارحه صاير برد وخريف. زين تورطت. انا قلت بعد لنا اسبوع اسبوعين لان جاي عطله الخريف 14/10 بعد شقد شهر تقريبا. بس هالمره كل شيء الجو مستعجل. اقول من هذا انه رحنا للاسواق منزلين الزينه مال باينختن وكل شيء لانه هم يعرفون انه السنه جاي البرد من وقت والثلوج هم راح تنزل من وقت، فلذلك يعني حتى قدموا الزينه وهاي الشغلات. لأنه يعني هو بس ينزل البرد وما يطلعون هاي الشغلات مال الأعياد راس السنة. فهالمرة لقيناه النازلات بالأسواق من وقت. استغفر الله. فهنا الهوسة عندي تقرأ ألف، بس رغم هذا لازم أنظف هنا ماكينة مال قهوة شغلات لأن كل ساعة قهوة وشاي قهوة وشاي. شوفوا الجو، شوفوا شمس ومطر بنفس الوقت. باعوا. تعالوا اراويكم قوس قزح. شوفوا القوس قزح يجنن. اللهم صل على محمد. باع الجمال باع الجمال يا ربي. راح اصير دبه من ورا هالجمال يجنن. تعالوا هسه صار طوخ. اي ما شاء الله. يا رب يا رب يا الله يا رزاق يا كريم ارحمنا برحمتك الواسعة. يا الله حقق امنياتنا. ما ادري ذيك المرة قالوا لي مني شوف القوس قزح دنيا قولي امنيتك وان شاء الله تتحقق ان شاء الله. باعوا هو رايح لهناك بس ما نشوفه حرامات. الله شنو الجمال. Thank you.
عشان موسى ده تسوي سوشي. سوري شوية بس لفة شلون جايز. بس جيت يومها استغلتني بدنا نصور. وهاي انت دبلك اني بعد اي بس ما يعرفون شلون. كاميرا. بالعرض. ليش؟ بعد انا شو يوتيوب؟ ايه لا ماما بس هاي من فوق هذا الجرين عشان ما سألتك. اي زو يلا يلا وانتك اوكي شغلتني مصور سوي هلا سمسم محروق سمسم محروق شنو؟ حبة البركة آه. وسمسم يقول سمسم محروق وين هاي عندنا خشوطة مع تمن وينها؟ البراغي انه ذني بالقاع جيب البرغي العلبه طبوه ويجنن مستوى القفص هذا يعني القفص كلهم يشد له شبك صفوف خشب تدرون بيا التصليح يا ابو صفوف بطلوا يقولون صبغ يوقع ما تسجل لا رجع شلون شلون تفرج كامر عليه مو زين اول شغله صبغ مو يوقع مالتي الحائط السقف مالته برطوبه، الشغله الثانيه صبغت فوق ورق الجدران، لان محمد قال اصبغ عادي ما يهمك انا قلت له خلينا نحك فوق ما يصير اصبغ قال لا اصبغ هو ورق الجدران فوق بس شوفوا لي المطر شلون خلص خلي هذا الخضار شلون هاي سمعون الصوت اسمع اسمع يلا خذ لا والله افا مو بالحيف وحبابين زي الشياء؟ اي للقاع اي خلي يصير كله خضار احلى لانه هنا ما راح اخلي بردات على مود نقطع عليه الشغل ما يخلص طبعا صار لنا اسبوع متنا من التعب بس تعالوا شوفكم المطر الزخ كل ساعة الجو مطر 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 شوفوا الغيم متفرق بس باعوا لي فيضان صار هنا شوف مطار زخ مطر ورداتي ولو راح يموت لازم اطبخهن جوا
غير المغضوب عليهم ولا هاي غيرناها يا بي، شفنا هذيك كبيرة جبنا هاي صغيرة. شوفوا شلناها هذيك الكبيرة لأن صدق كبيرة، يعني قبل ما يقولون المتابعات أنا قلت هاي لازم أغيرها لأن المكان صغير، فشلناها وديتها حطيتها الشمس وجبت هاي صغيرة هسه نشدها. هاي حلوة تجنن كيوت هاي تخبل. حاشتي بدك. ها سجاد راح تعوفنا وتروح. شلون هيك شلون؟ شو نسوي هي هاي؟ من يصبغ لنا؟ جاب لابا صار لك ساعتين من هنا. ما الله والديك ما قصرت. والله كفو سجاد ما قصر. ان شاء الله يوم عرسك يا بي. بعد 3 سنوات 4 سنوات تجيكم. صدق؟ ما تجينا بعد. ليش سنوات ولا 4 سنوات؟ ما ضاقتها حرة وعاودت. هاي جنطتكم ما تصير هنا لازم من ورا، لو تصير هنا بالله. ما تصير. اي سد لك كرسي. بدون ما الواحد مستعجل قطاري بعد له. اركضوا. هذا قصير هسه علمتك اصبغ، هذا قصير صباغ. راح تصير صباغ؟ ها؟ بعد ما خابرني من شي تحتاج خابرني شلون اصبغ ماي اكشر. انا علمكم اصبغ شلون ينصبغ ثاني يوم يطيح افضل صباغ. يلا باي انو باي باي. تعال يلا سلموا. يا با مشكور ما قصرت تعبنا. لا يا با اي أيوة والله مع السلامة. ان شاء الله تجونا البرين ان شاء الله. هاي من جيت الفرنسي خليتها يموم، رجعت خليتها يموم. هسه ما جنطه ما ظهر ورجعت جنطتي على مود ما ياخذون جنطه. المفروض ما تاخذها سجاد. جنطتي مشتريها ب 2000 دولار. المفروض ما تاخذها اصلا. غير جنطتي ما يصير على مود تجيكم ويا مره ثانيه. دروح القطار راح يروح عليك والله. يلا مع السلامة خليت الجنطه. مع السلامة الله وياك. يلا تشاو. مثل القطار ذا يسولف. يلا الله وياك. الله وياك. هسه ودينا سجاد ونقول له خف الله عليه والله يعطيه الصحه والعافيه، طبعا ساعدنا هوايه. هسه رايحه شموس يعني تصير هاي بالاسبوع مره، فرايحين نجيبها من هنا تبعد نص ساعه. راح اجيبها وارجع للبيت. محمد كلش متخربط طبعا، يعني حيل متخربط محمد ونايم بالبيت وما اعرف والله. حطيتها ادوية وهاي النوب جتنا الفلاونزا زادت عليها فد نوب، يعني مو السكر والهاي لا فلاونزا. فنرجع ونشوف شنو راح نسوي. والبيت هم بعده والله ما كمل الهوسات بعدها، فد يوم اسوي لكم فيديو انه الترتيب النهائي. ادم يريد شاكيت اليوم معرس علينا الا شاكيت سبايدر مان. يعني ما يصير اليوم تقول لي اريد الشاكيت اليوم اشتري لك اياه ادم، ما يصير. لا ما يصير مو دوخ. راح ناخذ شموسه اجينا هسه ننتظرها وبعدين اروح عندي شويه مشتريات مي وعصاير وهيك شيء وارد اسوي لهم فطاير. طبعا فطاير اكيد اذا سويتها راح تشوفوها بقناه اليوميات يوميات دنيا محمد وبالي يم محمد طبعا لانه حيل متخربط والله. فلازم هم ارجع على السريع للبيت والشغل هم لهنانا غرقانين بيه غرقانين. ماما والله كريم الله المعين، بس رب العالمين اللي عين هسه حاليا. ماما ها خلينا ننتظر بالباب. لا لا ما يصير انه خلينا هنا. اقعدوا ارجعوا لمكاناتكم يلا. كت حلو هذا المتسلق يجنن. ايش حلو هسه انا رجعت من التدريب وشوف شكلي صاير بيه مكتولة شانقيل وهيك مسوي شعره. شوف كله راح. هاي انه ابي اي المهم جيت من التدريب. ثلاث ساعات تدريب اليوم لان عندي بعد اسبوعين تونيا. عندي بعد بس اربع بطولة يعني عندها بطولة. بس اربع مرات تدريب اذا ما احسب السبت يعني، فقالوا لازم نتدرب زي ما انا من يجي تونيا. وشنو
باكر عندنا مثل هو مثل المباراة بس انه ماكو لا كؤوس ولا ميداليات لان هو بس هيجي تدريب للتونية بس يكون مثل يعني بالضبط مثله. فهم انا يقدرون يعني الاهل وهاي يقدرون يجون يشوفون وهاي فاذا ماما جت تصور لكم فيديو باكر اذا اجت يقدرون يجون ايه عادي ايه خلاص عاد نجي كلنا بس اكل وهاي ما ادري مكتوب هسه شو ايه خلاص عاد اجيبهم كلهم باكر ايه عطله ايه يلا هاي ليش ما تعتلق الاشاره هسه بمشي لل على بعد 100 متر عند الدوار عليك الاتجاه نحو المخرج الاول عروس عرس يوم السبت راح يعبرون الشارع راح يجي راح يروحون ليش اسمه ليش تندس ام تبين مو عرس هاي وين هو هذا مو بيت هاي كنيسه يمكن كنيسة؟ أعتقد لا إيه لأنها مبيت الله شكراً كيوت شوفوا العروس شان تمشي الشارع تسحل بالشارع الثوبها مو راح يتوسخ عبالك طائرة ما تمشي بس بيانو ياهو